هنيئا لكم مسبقا. فرحان كثير بلقائكم. اولا لا نوستالجي، نرجع انا كنت استاذ في وكنت نعيش في قاعه اساتذه كما هذه، اديت معاليه ولم اقصر يوما، ونفرح كي نلقى الاساتذه. والحمد لله رب العالمين في برنامج سيد رئيس الجمهوريه الاستاذ راح يدي ما يستحق وما الشيء اللي يستحق. واول مدافع عليكم واول مرافع عليكم هو سيد رئيس الجمهوريه باش تديو حقوقكم. احنا المشروع تاعنا تعرض في 24 ديسمبر بطلب وبامر من السيد الرئيس، قال غير كافي زيدوا، بعد ما اللجنه الخاصه اللي فيها الوزاريه المشتركه كملت العمل ورفعته، قال لك هذا لا يكفي الاستاذ. زدنا في 18 فيفري أرجئ العرض بتوجيه من السيد الرئيس، وأعطي التعليمات للاستزالة للأستاذ والإسلاك تاع التربية الوطنية. هذا قبل الخلاص ما نشوفوش راح يجيبها القانون، كون أن القانون تاعنا هذا تاع الأستاذ يرقى إلى هذا المستوى من المعالجة ومن المتابعة ومن المرافعة، هذا فخر لنا جماعة، هذا فخر. تسجلوا التربية في السجلات الذهبية تاعها، وسيؤرخ له لانه سابقه من قبل ما كانش ستاتيو، سي تان تكست ديروا الاداره تجتهد فيه ديروا واش قدرت، يفوت اون كوميسيون من بعد يفوت الامانه العامه تاع الحكومه ما يخرج نص. لكن هذا راه يعالج في اعلى مستويات، واعلى المستويات هي اللي كفيله باش تجي امور ما نقدروش نجيبوها في مستويات اخرى. هذا هو اللي نتمنى لكم كل التوفيق، ما راناش متاخرين ابدا، وحتى يعني كل جهدنا وكل قوتنا وقوة إلى قوة ربي سبحانه، وكل ما نسعى من جهد ومن نفس عاطينه للتربية، ولا منة ولا ننتظر لا جزاء ولا شكر. هذه مهمة الأنبياء والرسل، وأنا كل ما نتلقى الأساتذة نحسب روحي يعني أستاذ وأنا أستاذ. مزيد من النجاحات، لأن أنا على علم وعلى يقين أنه الآن الأستاذ لما يشوف أن الدولة قيمته وأعطت له قيمته في المجتمع. المردود البيداغوجي، المردود التعليمي كلها راح تحسن. كاين امور كثيره حتى اساتذتنا اللي يتعبوا في المصاري كري كنا نروحوا لما يسمى بالوضع التصرفي.